أولى ماتشات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم لسنة 2022 يوم 1/9 ضد أنجولا، وطبعا كلنا عارفين إنه منتخب مصر يعني محمد صلاح، ومحمد صلاح يعني منتخب مصر. طلع بقى نادي ليفربول وأفسد علينا فرحة 100 مليون مصري، وقال إن صلاح مش هينضم للمنتخب ومش هيلعب الماتشات، ممكن يعني يستثنوا الماتشات اللي هتتلعب بره مصر، لكن الماتشات اللي جوه مصر نو نو نو. ليه كده يا ليفربول؟ ليه كده يا حبيبتي؟ ده احنا بنبقى في عرض جول واحد كده تضيعنا فرقة بحالها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح والدموع، محمد صلاح، محمد صلاح، يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. وابا الله 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 يا بلادنا الله. الناس شايفة ان دي مؤامرة كونية علينا، وهجوم بقى على محمد صلاح، وانه ازاي ساكت على المهزلة دي، وازاي كده راضي وموافق ان هو مش هينضم لمنتخبنا الحبيب. يا جماعة الموضوع بعيد كل البعد عن محمد صلاح، وفي الحتة دي بالذات محمد صلاح مش سيد قراره، بمعنى ان دي اوامر النادي، او بمعنى اوضح يعني ان دي قواعد الحكومة الانجليزية. دلوقتي مصر محطوطة في منطقة الريد زون، يعني المنطقة الحمراء شديدة الخطورة، ودي معلومة محدش يعرفها غير الناس اللي بتسافر، وخصوصا اللي بيروح انجلترا، لان اي مسافر جاي من مصر لانجلترا حتى لو واخد اللقاح ومتطعم لازم يخش الحجر، وطبعا احنا اعلامنا عاين في مية البطيخ ومش بيوصل لنا اي حاجة. من المنتظر ان تدخل اجراءات السفر الجديدة في بريطانيا حيز التنفيذ بحلول فجر الثلاثاء المقبل، بعد ان نصحت الحكومة بعدم السفر الى عدد من الدول الا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يتحتم على جميع القادمين منها الخضوع لإجراءات عزل صحية صارمة، وتضم القائمة الحمراء حاليا نحو 50 دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر. كما قررت بريطانيا نقل البرتغال من قائمة السفر الخضراء إلى القائمة البرتغالية، ما يعني أنه لا يمكن للناس السفر إلى هناك إلا لأسباب ضرورية، بينما يتحتم على القادمين من دول القائمة البرتقالية الخضوع لعزل منزلي 10 أيام مع إجراء مسحات للكشف عن فيروس كورونا بمعرفة السلطات الصحية. وعلى فكرة بقى يا جماعة الموضوع ده بيفكرنا بموضوع السعودية اللي قررت انها ترفع الحظر عن 23 دولة ويبقى مسموح لهم ان هم يخشوا السعودية تاني من جديد، وطبعا مصر مش منهم. الناس برضو طلعت تتكلم وفضلت تهاجم، وازاي السعودية تمنع المصريين انهم يروحوها، وازاي والسعودية فيها بيت ربنا، وبقى الحل الوحيد للي عايز يروح السعودية وبشرط انه يكون معاه اقامة انه يطلع لأي بلد تانية مسموح لها دخول السعودية ويقعد فيها مش اقل من اسبوعين، وبعد كده يطلع منها على السعودية، وممنوع منعا باتا اي حد يروح مباشرة من مصر للسعودية. يعني هذا القرار، كانت الأجواء السعودية مغلقة منذ فترة ثم فتحت ثم اتخذ هذا القرار، هل هناك أسباب؟ هل هناك يعني ملاحظة أن هناك زيادة في الأعداد مثلا؟ بالتأكيد طبعا، يعني عندما ننظر إلى ما يحصل في العالم ونتابع انتشار الفيروس وسرعة انتشاره في العديد من دول العالم، اتخاذ العديد من دول العالم لإجراءات احترازية بما فيها طبعا دول أوروبية وأمريكا. وبالمناسبة الصين من ضمن الدول اللي اترفع عنهم الحظر، الصين اللي كانت السبب في الوباء وانتشاره في العالم كله اترفع عنها الحظر ومصر لسه. مدركين ان الصين يترفع عنها الحظر ومصر لسه، احنا في الحقيقة يا جماعة في خطر كبير جدا، والخطر عمال يقرب بس احنا مش حاسين. والجدير بالذكر بقى ان يوم الاثنين اللي فات كان في مؤتمر لوزيرة الصحة، واللي صرحت فيه بظهور اول حالة للجيل الرابع من فيروس كورونا واللي اسمها دلتا بلس، واللي رصدوا اول حالة ليه في شهر 7 اللي فات. بس طبعا وكالعادة وزيرة الصحة طمنتنا جدا وقالت ان الحالة محتاجتش ان هي تتنقل لمستشفى واكتفت ان هي تتعالج في البيت، بس في الحقيقة احنا بنضيع. طبعا متحور دلتا بلس اللي هو شاغل العالم دلوقتي هو بقى في كل انحاء العالم،
تقريبا في كل العالم. اول حاله رصدناها كان في نص شهر 7، كانت لسيده عندها 35 سنه وحالتها بسيطه جدا لم تستدعي دخول مستشفى. بعض الحالات دلتا رصدناها لمواطنين مصريين عايشين في مصر سواء كان ليهم تاريخ سفر او غير تاريخ سفر، وكلها حالات لم تستدعي دخول المستشفى. دلتا مشكلته ايه؟ هو سرعه الانتشار مش صعوبه الحاله. نرجع بقى لموضوع محمد صلاح. طبعا نادي ليفربول من حقه انه يحافظ على اهم لعيب عنده، ومعنى ان محمد صلاح هينزل مصر ويلعب ماتشات فيها فمعرض بنسبة كبيرة جدا انه يتصاب بفيروس كورونا، خصوصا ان زي ما قلنا مصر محظورة عالميا وفي دول كتير جدا منع دخول اي حد من مصر فيها زي السعودية. غير بقى ازمتنا مع محمد صلاح، فاحنا معانا ازمة تانية مع محمد النني، واللي فيه مشاورات دلوقتي مع نادي ارسنال علشان نضم محمد النني لمنتخب مصر، واحنا طبعا مستنيين الرد يا بالموافقة يا بالرفض. وزي ما الخيبة طالتنا طالت برضو منتخب البرازيل اللي فيه 19 لاعب بيلعب في أوروبا، منهم 3 بس في ليفربول، وطبعا هم بيحاولوا من ناحيتهم وإحنا كمان بنحاول من ناحيتنا، بس زي ما قلتلكم من شوية إن دي مش قواعد النادي، دي قواعد الحكومة الإنجليزية. تخيلوا معايا كده بقى إن إحنا هنلعب ماتشات التصفيات دي من غير لا صلاح ولا النني ولا تريزيجيه ولا حجازي ولا كوكا. هو انتوا كنتوا فاكرين ان المشكله عند صلاح بس؟ المشكله عند كل اللعيبه المحترفين. طبعا من حق كل نادي انه يخاف عن اللعيبه بتاعته وعن صحته، دي لعيبه بيدفع فيها الملايين، ده غير طبعا العطل اللي هيعطلوها، لان بعد كل ماتش لما يرجعوا هيخشوا الحجر الصحي مش اقل من 10 ايام، وطبعا دي خساره كبيره جدا للنادي. تخيلوا معايا كده ايه الحل اللي يخلينا نلعب ماتشات التصفيات دي بكل اللعيبه المحترفين بتوعنا؟ تفتكروا ممكن حد عبقري يقترح علينا ان احنا نلعب الماتشات دي بره مصر زي ما كان بيحصل مع ليبيا بس لاسباب تانية؟ والتالتة من غير ميعاد هنروح كاس العالم باذن الله. ادي القطع، بص بقى التسقيطه من عبد الله، يا عيني عليك يا عبد الله، واحده والتانيه خد حقنه بنجي او نيانجو. حلوه 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 رمضان، ويا سلام يا عبد الله، دخل وبص وقطع له صلاح روعه، استلمها واحده التانيه من اونيانجو، التالته جوه المرمى، هات يا حبيبي من الشبكه.